والشياطين عندنا شيطان إنس وشيطان جن. شيطان الجن سهل جدا التخلص منه، تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يذهب، أما شيطان الإنس تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يزيد. احذر من هذا، هذا يسمى عند العلماء شيطان إنس، أخطر ما يكون. هناك من الناس من مصاحبته سم قاتل، وهناك من الناس من تكون مصاحبته داء، وهناك من الناس من مصاحبته دواء، وهناك من الناس من مصاحبته لا داء ولا دواء. من يصلح لك أنت شيخ من هؤلاء الأربعة؟ من؟ الله يفتح عليك. إذن لا تصاحب إلا مؤمناً.